الله العظيم وكل ذنب عظيم. استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم. استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم. ايه ده؟ انت بتلبس فراعه فين كده؟ لا عندي مصلحه كده هخلصها سريع سريع وهاجي. مصلحه ايه دي؟ راح فين؟ شغل يا حاج شغل. يا ابني عرفني انت رايح فين؟ الله مش كل مره هنروح نجيبك من حته شيك؟ ما خلاص بقى يا حاج خلاص، هي كانت مره وخلصت. دلوقتي انا مأمن نفسي. معلش انا نسيت الشاحن بتاعي هنا، ممكن اشوفه؟ اه طبعا يا سلام، ده احنا نجيب دستة والله العظيم. بتهيألي يا بنتي انا شفت الشاحن كان في الحته دي كده. طيب انا هشوفه. شكرا. العفو. وانا ينفع كده يرضيك وكده؟ لا. انت بتعملي ايه عندك هنا؟ في ايه؟ موبايلي فصل كنت بجيب الشاحن. خد يا بنت بره. نور يا حاج. على قد ما اقدر. طب يا حاج سلام. خلي بالك من نفسك يا ولد انت. حاضر. على فين؟ عندي مصلحة كده هخلصها وهاجي بسرعة. لا معلش تتأجل. ليه بس يا رحيم؟ في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ هنلم حاجتنا دلوقتي. طب انا نص ساعة وهاجي على طول يعني. انا قلت مفيش نزول. في ايه يا رحيم؟ اصل انا حاج خدت الشقة اللي فوق. يعني بقول كفاية كده قوي بقى على حنان. ليه؟ ما انتوا كنتوا منورينا. وانت على طول كده يا حنان بتقولي كل اللي في قلبك. يا دي بان عليها مصلحة جامدة قوي. لا لا مصلحة جامدة ولا حاجة. يلا ننزل الحاجة. نطلع الحاجة. الشقة فوق. اه. فوق يابا الله يخليك. حاضر. تعال. حاضر. منورة. أنت اللي منور يا حاج. افتح على مصعب. يا هشام كنت فين يا زميلي؟ ليك وحش والله. لا والله ده على اساس ان انت ما كنتش عارف ان انا اتخطفت. ورحمه امي ما نعرفه اي حاجه غير ان المعلم ابو ورده خرب عليك الدنيا بقالي يومين انت والبضاعه. ومش بعيد يا ناصح يكون حد من رجالته اطرك وانت داخل على هنا. ما انا جاي لك عشان موضوع البضاعه ده. البضاعه بخ. نعم يا ابو عمو ده الحوار ده يطير فيه ارعاب ومش هيخلص الا بالدم. بقول لك ايه يا هشام اللي ما تعرفش تفاديه استمتع بيه. طريقك كله مدافن يا جدع. اسمع يا جدع انا عايز اتصرف لي في حته كده اديها لابو ورده وبعد كده احنا مع بعض نتحاسب. حته يا هشام هي تذكره ولا تذكرتين؟ دي كميه يا اخويا يعني قابل وقعب بقى. يعني يرضيك يعني ابو ورده يعلم عليا ويطير رقبتي؟ لا ياض ما يرضينيش. يو سلامة رقبتك يا زميلي انا هرسيك. آه. انا عايزك يالك كنيلك يومين كده في اي مكنه قبل ما حد يقطر فيك عشان لو حد يقطر فيك لا هنعرف نداري ولا هنلم. اتكل على الله. تمام تمام يا مسعد تمام. روح يابا ربنا يحنن عليك ويرزقك.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صفر الله عزيز. مالك يلا؟ مفيش حق. لا في. طبيش عليا. لو في حاجة قولي نلمها زي ما كنا بنلم ورا بعض زمان. احنا ما بقيناش زي زمان يا حاج. زمان كانت الناس بتتمنى تبقى تحت رجلينا. دلوقتي احنا بنداس تحت رجلين اي حد. مين ابن الكلب اللي بيدوس عليك ده وانا اقطع لك رجله؟ الدنيا يا حاج. الدنيا. سيبك انت. قال الواد رحيم فين؟ انا مش سامع صوته. مراتك يا سيدي خدته وراحت بيه عند امها. انا مش مستريح للبنت دي. الله، انت كنت مبسوط منها واحنا بنسجل الواد. انا كنت فرحان باول حفيد ليه يشيل اسمي. انا مش فاهم انت اتجوزت البنت دي ليه؟ اللي حصل بقى يا حاج، لو ابنك كمان ايه خلاها رسمي، بعد ما كان حته عقد ممكن اقطعه دلوقتي بقت رسمي. يا ده انا ما بتكلمش في رسمي ولا نظمي، انا بتكلم في الجواز نفسه. الله، انا مش فاهم رسمي ايه ونظمي ايه. وبعدين ما انت اتجوزتها وخلفت منها، بقت مراتك غصب عن عين ابوك. ايوه، يعني اعمل ايه يا حاج دلوقتي؟ اطلعها ولا اكمل معاها ولا اعمل ايه يعني؟ تلمها يا يالا، تلمها، ما تخليهاش ماشيه على حل شعرها. حاضر يا حاج، حاضر. تؤمرني بحاجه تاني؟ عاوز من خلقتك ايه؟ غور غور. انت جميله ودهبل. بقول لك ايه يا هشام؟ ما تيجي ننزل نقعد في القهوه نشرب لنا كوبايتين شاي كده ونضرب لنا حجرين. انا مش رايق خالص النهارده يا حلمي. اعتبرنا في القهوه وانا هعمل لك اللي انت عايزه. طب بقول لك ايه؟ انا عايزك في مصلحه. مصلحه ايه خير؟ عايزك تجيب لنا بضاعه نشتغل فيها. لا 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 لا، مش هينفع خالص اليومين دول. ليه؟ هو ده الحوار اللي مقعدني هنا. اليوم اللي اتخطفت فيه كان معايا بضاعه. معرفش بقى اللي اسمه سعد ده صرفها ولا الحكومه هي اللي حرزتها. المهم ان اصحاب البضاعه دي مش عايزين فلوسها دلوقتي، اللي عايزين رقبتنا. عندهم حق. وانا ناقصك يا حلمي. مين صحاب البضاعه دول؟ ناس كده باخد منهم بضاعه وخلاص. مين يعني؟ ما تنطى. عيلة ابو ورده. ايه؟ ابو ورده؟ ابو ورده هشام؟ ما خلاص بقى يا حلمي اللي جرى. الله، يخرب بيتك يا هشام. ابو ورده عارف ان انا مش هعمل معاك؟ لا 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 لا، ما اعرفش اي حاجه. هو كل اللي ليه ان انا اخد بضاعه اديله مكانها فلوس، غير كده ولا ليه فيه. ابو ورده، يا نهار اسود، وهنتصرف في المصيبه دي ازاي؟ ربنا يستر بقى، ربنا يستر. رحيم لازم يعرف. رحيم مش لازم يعرف اي حاجه، ده لو عارف ممكن يموتني فيها حلمي. ولما انت عارف كده راح تشتغل معاهم ليه؟ راح تشتغل مع اللي قتلوا اختك وجوزها ولا نسيت؟ عمري ما نسيت يا حلمي، عمري ما نسيت. بس اعمل ايه يعني؟ حوار ولبست فيه فلوس وصلت ومر خسرتها وهم دخلوني في الحوار ده. تقول تشتغل معاهم؟ تشتغل مع ابو ورده؟ ابو ورده هشام؟ ما خلاص بقى يا حلمي، انت مكبر الموضوع ليه؟ فكك. هفكني واكبر الموضوع؟ رحيم لما يعرف هينيل الدنيا. اللي بيننا وبينه مش خناقه، ده دم. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا هشام، الله يخرب بيتك.